هي اترك حقيبتي، ما الذي تفعله؟ ليس آمنا عليك أن تمشي هنا في منتصف الليل. في الحقيقة أنا معجب بك وأرجوك لا تفهميني بشكل خاطئ. هذا هو؟ تشاولين تعالي. من أنت؟ هل أنت بخير؟ أتعرفينه؟ هاي لا تذهب. لا تقلقي. كم شابا يحاول التقرب منك في غيابي. بالطبع لا. ما الذي ستقوله؟ هاي أنت، لماذا ما زلت تمسك بالورود؟ ألم تتعب؟ ارميها من يدك. الآنسة تشاولين ما زالت عزباء، ولذا فرصنا معها متساوية، كما أنك ربما لن تبقى صديقها في المستقبل. سأنتظر. حسنا، أمسكي، سأجعلك تنتظر. يا إلهي. مرحبا، الطابق الثاني، المركز الرئيسي. شكرا. انتظري عودتي ولا تقلقي، اشتريت التذاكر عزيزتي، سأصل الأربعاء مؤكد.